السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة بتاعنا يعني الأمر ما صبحش يعني سرا ولا صبح تغليط ولا تريدون تغليط الرأي العام، وهي حقيقة يعني اللاعبين وخطط وعقود الناس اللي كانت رايحة بيتجندس لاعبين جزائريين في قطر، في الخليج عامة، ماشي في قطر، في الخليج كاع يعني زربع الوادو هناك رايح وجاي ماشي باطل. داك عبد السلام الوادو هذاك اللي طرده القجع تاع المغرب طرده، قال لي ديكاج، قال له انت باغي تخون اللعابة، هي هي ديكاج، فاق بيه فاق بيه، بغاو يدوا اللعابة، فين جاب لهم قال لهم مشروع باش ندوا اللعابة صغار، قال له انا اللعابة تاعي انا عندي أكاديمية كبيرة انا نعلمهم هنايا، اللي ما يساعدوش الحظ باش يحترف يلعب في البطوله المغربيه، واللي يساعدوا الحظ كيما اوناحي كيما ناصيري كيما اكراد كلش يروحوا يلعبوا في اوروبا وفي انديه محترمه، ماشي يروحوا يلعبوا في شامبيونات الشيكولا كيما قالها بالشيخ، خلاها كلمه ترحم عليه هذه هي، هي نقولوها ونعاودوا الشامبيونات تاع كابريز كما تشوف انت اكراك متخرج من البطوله المغربيه يلعب لك انت في ويست هام، يعني ركيزه سي محمد ركيزه ماشي زعاقه، الناصيري ركيزه في اشبيليا، تسمى بونو فانيك ركيزه، وناحي ركيزه سي محمد، صار عليه الهول تجي تكسر عليا جايه. وين طلب المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ الدراجي بفتح تحقيقات فيما يتعلق الامر بصفقه انتقال 3 لاعبين جزائريين شبان الى انديه في الدوري النجوم القطر مطلع شهر فيفري الحالي، على خلفيه تعالي اصوات في وسط الرياضي والاعلامي الجزائري، وشككت في ظروف وطريقه انتقال لاعبين مع استحواذ هذا النادي تاع لاماسيا الذي كان ينشط به ثلاثي على الصفقه دون غيره من الانديه التي اسهمت في تكوين لاعبين شبان. لازم تحقيقات، هذه خيانه، هذه على بالك هذه خيانه. انت داروا نهار اللي داروا تاع اللعاب المحلي خواو البطوله الجزائريه باش يبيع، هو باش يبيع صوالحو، خوا البطوله الجزائريه ولات بطوله تاع بهتان ما كان والو، وذروك يعني وين يدوا اللب تاع اللعابه، اللب الافضل تاع ماكن اللب تاع اللعابه يدوهم يبيعوهم يجنسوهم. الناس تطورت كيفاش يدخلوا دراهم، يعني الجزائر ولات البايلك، ولات تاع البايلك الجزائر، حسبوها للبايلك اللي يجي ياكل اللي يجي يدي ويروح، يقول لهم بلاد هنا منا هيا سايك ادي وروح طلقت. وشكون هو شكون حاميهم؟ شكون اللي راه حاميهم هاد الناس هذو؟ شكون اللي جاب لهم هذه الفكره؟ وشكون اللي جاب الودو وين تا كان يجي الجزائر؟ وين تا جا الجزائر؟ وعلى جا الجزائر؟ وشكون اللي جابه الجزائر؟ الكل تعلمون من هو، شكون هو؟ وكان نادي هذا تاع لاماسيا قد اعلن قبل اسابيع عن انتقال ثلاثي لاعبين من اكاديميه لا تتجاوز اعمارهم 18 سنه الى انديه قطريه، ويتعلق الامر بكل من عمر رفيق الذي التحق بالنادي شمال، وعبد الغني الاعلام الذي انضم لنادي المريخيه، وكذلك فؤاد حنفوق الذي وقع لنادي يعني المعيزري، الانديه هذو الله يرحم الشوابين، راهو كاين تبيع لعابه صغار يروحوا يلعبوا في انديه مجهريه، هذو علاه داوهم فما كيدسوهم ومن بعد يجنسوهم، هذه صرات طول، هذه قاطر جات هنايا في 2007 2008 وطردهم الحاج طردهم، قال لهم ما كاش هذه الخدمه، قال لهم بغاو يدو سوداني الاولى طاحوا، بغاو يطيحوا على سوداني، قالوا خلوه سوداني سخط، شفنا صرناه في المنتخب الوطني الاول، بغاو يدو لعابه باش يكون على بالكم.
وقال حفيظ الرادي خلال برنامج بعيون حفيظ الرادي على موقع يعني حول هذه المسألة بالمطلق الانتقال من فريق آخر شيء طبيعي بالنسبة لكل أطراف، ولكن في الجزائر وإن أثير كلام كثيرا يعني قيل حول صفقة انتقال 3 لاعبين إلى الدور القطري، إذ قد تحمل هذه الصفقة شبهات من طرف الجزائري وصفها البعض بأنها تجارة بالبشر. واه تجارة بالبشر، واه واه واه. وحافظ الرادي راه عارف اش كاين، انا نقولها لكم حافظ الرادي راه على بالو واش كاين. حافظ الرادي لو كان يهدر واش كاين كل شيء يعني يدير نهار يبكر الصباح على 7 يقول لكم يا ودي غدوه ان شاء الله على 7 حتى 8 تاع الليل غادي نهضروا. نقول لك كلمه يا ودي غير ربي اللي راه داري. نقول لكم حاجه ما انا نقول لكم، واش راه عارف واش كاين هنا في البطوله، واش كاين في المنتخب الوطني الجزائري، في الستاف تكنيك، في اللعابه بيناتهم اش كاين. لو كان يهدر ولا. وأضاف قرأت وسمعت الكثير من الإعلاميين والإداريين والفنيين يطلبون بفتح تحقيق من طرف مصالح مختصة في الجزائر في كيفية الوهمية عقد يعني صفات وليس غاية. شيء جميل أن اللاعبين الجزائريين ينضمون لفرق عربية وإفريقية وأوروبية، لكن الجميل أيضا أن تحافظ جميع الأطراف على حقوقها، خاصة أن اللاعبين 3 كانوا ينتمون إلى أكاديمية الاتحاد الجزائري لكرة القدم والتي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة. وتبع الدراجي للأسف أكاديمية التي خطط الاتحاد الجزائري لإنشائها في وقت سابق أصبحت في خبر كان، وقد قلنا سابقا بأنها لن تظهر إلى الوجود رغم أموال التي أنفقت من أجلها والتي ذهبت هباء منثور. الأمر مكلف حقا وصعب. كثير ما أكدنا أن الأندية في مطالبة بالتكوين وليس الاتحاد. هناك يعني غلط كبير في الصفقات التي عقدت، هناك أمور يجب التحقيق فيها لتجنب عواقب وخيمة على اللاعبين بدرجة أولى. رسالتي واضحة وأنا أضم صوتي لأصوات المطالبة بفتح التحقيق يعني التحقيقات يعني من طرف وزارة الرياضة في هذا الأمر، وتبين أن كانت الأمور سليمة من عدمها. وكان اللاعبون المذكورين قد التحقوا بالأكاديمية تاع لاماسيا قبل قرابة عام بعد أن أجروا دورات تدريبية على مستوى الأكاديمية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم أنشأتها وزارة الرياضة، وكانوا وقتها يلعبون لأندية مختلفة قبل أن ينضموا لأكاديمية لاماسيا، كما لعب الثلاثي المنتخب الجزائري في فئة أقل من 17 سنة و 18 سنة. ومع انتقال لاعبين 3 لأنديتهم الجديدة في الدوري القطري، أثرت بعض الوسائل الإعلام المحلية وكذلك الناشطة على المواقع التواصل الاجتماعي كثير من الجدل بخصوص الطريقة التي انتهجها لاماسيا في تسويقهم، كما شككوا فيما إذ كانت الصفقة تمت بشكل سليم مع الحفاظ على حقوق الأندية المكونة للاعبين مثل ما تقتضي لوائح الفيفا. يعني بزاف يا حافظ الرادي كنت تهدر الصح والله ربي ما يغبني كاع. كي شفت انا مؤمن داير ستاتي والناس مبارطاجي له دا طاو طاو طاو، خرجوا الناس يهضروا والناس مكثرين الهضره. كاين حاجه، كاين التخ كيما يقول لك، كاين التخ تاع التخ هذه كاينه، لافويت كاينه. انا نقولها لكم لافويت كاينه. كاش قال لي يجي غلطنا يقول لك لا ولا من لا، لافويت كاينه خويا. أنا نقول لكم الإسرائيلية هي اللي قلت لك يتلعبو هنا ما تنجموش، الصوالح عندهم الصوالح اللي يخصو الجزائر، هادو الصوالح يخصو الجزائر. أنا نقول لك هادو الصوالح يخصو الجزائر، هادو الصوالح يخصو الجزائر. نورمالمون يد بضرب بيد من هذه التحقيقات من الصغار حتى العدالة حتى الشرطة حتى من تحقيقات لازم كاس عقاب. هذه تجارة بالبشر،
يعني الناس تطورت سوا تطورت زادت راحت. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو باش ديما نكونوا معكم بالجديد، واللي مشي ابوني معنا وصحيتو خاوتي.